خلونا ناخد بقى على التليفون الاستاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي المعروف. اهلا بيك. يوسف ازاي حضرتك؟ برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. يا مرحب يا مرحب. ايه بقى اللي بيحصل؟ انا حكيت الحدوته باختصار، اتمنى ما يكونش اختصار مخل، وافتنا انت في ذلك. لا والله، ده انا داخل اقول لحضرتك كده، انا نفسي استفدت من اللي حضرتك قلته وما عادش حاجه ازيدها على الموضوع. لا ازاي يا راجل، وهل يفتى احمد عبد الباسط في المدينه؟ لا، هو الموضوع زي ما حضرتك قلت، ها، في تخبط واضح، في ادانه واضحه لاتحاد الكره المصري. كان لابد من اولا يا استاذ يوسف النادي الاهلي، وزي ما حضرتك ذكرت علشان ما عادش الكلام على الساده المشاهدين، كابتن محمود الخطيب حب يوضح كل الملابسات الخاصه بالامور وبالموضوع، ولكن في النهايه انا كاتحاد عايز احافظ على حقوق انديتي، كان من الضروري ولزاما ان انا اخاطب الانديه، وان ما خاطبتش الانديه ما خاطب الكاف، اقول له انا عايز انظم البطوله لسببين. السبب الاول، والله صعد فريق مصري يبقى انا حافظت على حقوق الانديه. طيب ما صعدش فريق مصري واحنا خدنا تنظيم، فاحنا في اخر 3-4 سنين بنقول للقاره كلها احنا اللي شايلينكم في التنظيمات والبطولات، وده بالنسبة لنا كان شيء مهم لأن احنا مقر الاتحاد الافريقي في مصر، فبالتالي ده بيعظم دور الدولة المصرية وبيعظم دور اتحاد الكرة المصري وبيعظم اسمنا الكبير، فكان لازم نعمل ده. دي نمرة واحد. طيب احنا وصلنا دلوقتي لحارة سد بين اتحاد الكرة والنادي الاهلي. النهاردة الكابتن محمود الخطيب فك بعض الالغاز وقال انه لما سأل الاستاذ جمال علام قال له ده انا بعت، لما رجع الكابتن خطيب للمهندس هاني ابو ريده قال له محدش بعت حاجه. احنا كنا نلوم على المهندس هاني ابو ريده، وده من خلال حضرتك، في حاله وحيده، هي لما نكون احنا داخلين في منافسه بقى مع المغرب مع السنغال في سبق من هذه السباقات مثلا، وانه الموضوع ما يرساش علينا في النهايه، فنقدر نقول هاني ابو ريده مقصر. لكن احنا على الترابيزه على المفاوضات مفيش حاجه موجوده، مفيش ورقه. الخطاب اتبعت لوزاره الشباب والرياضه، عايزين منكم ضمانه حكوميه لكل البطولات ما عدا دوري الابطال اللي هو اصلا الطبيعي، يا اهلي يا زمالك دايما بنلاقيهم في المباريات النهائيه. فانا توقعي الشخصي هذا الامر مع مشاكل المنتخب المصري ستؤثر على اتحاد الكره ومجلس الاداره الحالي، وقد يصل الامر الى تقديم الاستقاله خلال ايام. يعني انا من خلال معلوماتي في بعض الاعضاء وعلى راسهم الكابتن محمد بركات والكابتن حازم امام، الناس مش راضيه على هذا الامر ولا الموضوع اللي بيحصل، وقالوا احنا عايزين نمشي، قالوا قدموا استقالات، قالوا احنا عايزين نمشي، مش هينفع نكمل في الجو الحالي.